هيدي المواقف السياسية كانت مع مين؟ ضد مين؟ شو كان بالمحل اللي أنا فيه اليوم؟ ما تغيرت، لم تتغير ولم تتبدل بمحور يوماً. الممانعة يعني بمحور الممانعة مع سوريا. وبالمناسبة أنا أول فعل سياسي عملته بحياتي إني جبت صورة الرئيس الراحل حافظ الأسد وحطيتها على الخزانة بغرفة النوم اللي أنا بنام فيها. ليه؟ ما راح أقول الغرفة اللي بنام فيها لوحدي أنا وإخواتي. كم خي وأخت؟ أو أنا عندي خي توم أنا وياه محمد، وعندي خي حسين مسافر عايش بروسيا، وعندي أخت مجوزة على ألمانيا. نعم. نحن أربعة بالبيت. ليه ما بعرف؟ ليه صورة الرئيس الراحل حافظ الأسد مش رئيس لبنان مثلا؟ طلع بالصورة شايف في حدا قائد، شايف في حدا عنده وزن، عنده حضور، يعني هيك بطبعي. طب هل تربيت ببيت عنده هوى سياسي عربي قومي عربي السياسي. سوري؟ بيي كان ضد السياسة إلى حدود أنه كان يطلب من بعض قريبيني اللي امزح أنا وياهم أنه قولوا له يروح شيلوه عن هلا يخفف، شو هيدي البيانات، ليش نحن بدنا ناخد هيدي المواقف، وكان يخاف علي بهذا الموضوع. هلا أنا ربيت من ناحية أمي. نعم. جدي أنا الشيخ أبو عقيد الطقش، شيخ بالمعنى العشائري والعائلي والرجل الصلح وبيت مفتوح. ما مر حدا ببعلبك رؤساء وزعماء إلا وما مروا لعنده. نعم. من الرئيس ياسر عرفات لحفيظ عبد الناصر للسيد موسى الصدر للرئيس بري، موسوعة طويلة عريضة موجودة ببيت جدي. وهذا بيت كان جدي قاتل بفلسطين، وكان صديق القضية الفلسطينية، وكان صديق سوريا. وكان في جريدة كل يوم بدها تجي لعند جدي، فأنا أقعد أقراها. أو هي أول يوم جدي بده يقراها بالليل، أنا تاني نهار إجي أخذها على البيت لأرجع أقراها مرة تانية. وأحيانا أدفع لأخواتي لحتى أحضر نشرة الأخبار. لهالدرجة؟ عنا نحن تلفزيون واحد، هني بدهم يحضروا شيء وأنا بدي أحضر نشرة الأخبار، فأدفع لهم مصروفي يعني لحتى أنا أحضر نشرة الأخبار. وكملت لحدود أنه أنا بال2004 رخصت جمعية، مع أنه أنا ما بكان كان إلي حق أني رخص الجمعية. كيف رخصتها؟ جبت أنعت. لا لا أنعت، ما فيني زعبر، في إخراجات قاد الأعمار بدها تكون فوق 21. أنعت رفقة اللي أكبر مني. نعم. رخصت لهم الجمعية لإلي، الله يرحمه الدكتور إبراهيم بيان، هو كان نائب عن البقاع الشمالي، هو اقتنع أنه لازم يرخص لي الجمعية ورخصها. ليه اخترت جمعية؟ ليه كان هيدا الهدف؟ لأشتغل السياسي ما زبطت معي، لأنه أساسا لما قدمت ترخيص الجمعية ما قدمته باسم جمعية، قدمته باسم الهيئة الشعبية، عم بخبي الفكرة اللي أنا عم فكر فيها يلي هي مشروع تيار. حزب. إيه تيار حزب شيء. هلأ بالترخيص إجا الدكتور إبراهيم قال لي ما بيقبلوا، بدك تحط اسم يصغر من حجم يعني الهيئة الشعبية، اسم كبير منه اسم جمعية. فسميتها هيئة بعلبك الشعبية. وحتى اليوم هي جمعية قائمة وكان لها نشاطها وعندك طبعا يعني أعمال خير كتير، أعمال كتير من خلال الجمعية. هلأ طبعا أنا بال2004 رحت انتسبت لحزب البعث العربي الاشتراكي. وين رحت انتسبت؟ ببعلبك. انتسبت للحزب ببعلبك لقناعتي. ليه اخترت حزب قناعتي بسوريا وبهذا الخط العروبي.